بعد جوازة استمرت 22 سنة، أحمد السقا ومها الصغير بيتطلقوا. يا ترى الكلام ده حقيقي ولا إيه؟ السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن خبر انفصال مها الصغير عن جوزها الفنان الكبير أحمد السقا، وده بعد الخبر اللي انتشر ومحدش طلع أكده. ولكن بعد كلام كتير على السوشيال ميديا، أحمد السقا قرر يطلع ووضح وقال إذا كان الخبر ده حقيقي ولا لأ. وأول حاجة نفى الخبر ده وقال المشاكل جزء من الحياة الزوجية، ولو ما حصلتش هيحصل خلل في العلاقة الزوجية، ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر هتستمر الحياة ومش هيحصل انفصال، ومها ليها الفضل في استمرار زواجنا 22 سنة. الثقة وإن الواحد بيتحمل التاني وقت غضبه وكمان العاطفة هما الأساس في نجاح أي علاقة زوجية. وكمان المذيعة مها الصغير هي كمان نفت الخبر ده، وإن الخبر ده مجرد إشاعة وما حصلش طلاق ولا أي حاجة. الناس افتكرت إنهم اتطلقوا لأنها طلعت في لقاء يوم الأربعاء اللي فات وقالت كلام غريب جدا. الناس استنتجت منه إنهم اتطلقوا خلاص، ولكن ده ما كانش قصدها. اتكلمت في حاجات زي تأثير الطلاق على حياة الستات، وإن مفيش سعادة الست بتعيشها لو جوزها أهملها. وكمان الناس افتكرتها بتتكلم عن حياتها الشخصية، وقالت بالظبط. الناس فسرت الكلام إنه متعلق بحياتي الشخصية، ودي مش حاجة جديدة على السوشيال ميديا. وقبل أيام اتكلمت في حلقة عن تأثير السوشيال ميديا السلبي وتفسير كل اللي بينتشر عليها، وخصوصاً الأخبار الخاصة بالمشاهير بطريقة مختلفة عن الواقع. وفي رسالتي الخاصة بالسوشيال ميديا كشفت عن مدى تأثيرها السلبي وعن سرقتها لحياتنا الطبيعية. وأحمد السقا ومها انفصلوا قبل كده، ولكن وقتها ما حصلش ضجة كبيرة. مها قالت عن الموضوع ده بالظبط: انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا. ودي بقى الكلمة دي ناس كتير ما تعرفهاش، وبحس اني لما بقولها للناس كأني بقول حاجة غلط. في ناس بتبقى في مراحل ان انتوا انفصلتوا، ده اسلم حل لينا ولعيالنا، وان كل واحد يمشي. اتجوزت كمان وانا عندي 20 سنة وكنت لسه صغيرة، واتطلقنا ورجعنا وما كنتش قادرة استحمل الخلافات، وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر ولكن ما كنتش برضي نفسي. كمان الفنان أحمد السقا اتجوز من الإعلامية مها الصغير في سنة 2002، وخلف منها ولدين وبنت وهم ياسين وحمزة ونادية،